السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم اخوان، هاتوما خوذ طاحت عندنا هالبيسة، هاد الاشي يالي هاي بالباق ماني شيك ديالها فورس ميساج ديالها. ها هو اخويا اللي جاني كاردي جاني البارح حيدي لي بوست ميساج. شوم عليكم، ها هو الكار هذا اخوش حيدو لي بوست ميساج ديالو. ها هي جات عندنا دابا حنا بها سالي العباد الله نحيدو ليه. ها هو شي خدا تاكل وتشرب وتلقى صاحبي دير فيها النمرة اللي خاصك فلوس نصيفطهم لك. بوست ميساج شحال دير الفرنك 300 صاحبي. شوم عليكم، اه والله لزاولنا في الدكار هذا. اه هذا حيديني ولي باطل، وكل راجل اسهل كل راجل واش حي البيقان. السلام عليكم اخوان، مي ما طاحش عندنا البارح. هاي يا خويا السلافة ديالو طاحت البارح هادي الاخوان في العشية. جنيحات ديالو طاحت بالبوست ميساج ديالو شنبورة شنبورة الاخوان. هاي واخونا اللي طلق لينا الحمامة ما دير ليها بوست ميساج. ها الجوع ها هو ديال هادشي الباك ديالو. ولي شي خاون الحمام ديال عباد الله انت شي مرقوش. بوست ميساج شحال داير شحال 15 درهم الاغلى 280 حتى 15 درهم. شو ما عليكم اصاحبي بياسة ديال مولاه خويا طاحت البارح. ها العملية غنديرو لها العملية، ها دير فيها بحال ما في النميرة ديالك صغيورة وطلق الحمام المولاه اصاحبي غيتسنى فيها. شو ما عليكم اصاحبي فتح شو ما عليكم. ولا خاصوك بيغان وصيفط لي النمرة ديالك نشري لك باش تلعب. هذا شي خاول البيغان ديال عباد الله صيفطوا لي الحمامة بلا بوست ميساج ماشي حشومة تسنى فيها. اخ شد علاش طالق طالق علي علاش حشومة هذا حشومة عليكم بالله. هاي تكرهوا بنادم في هاد الولاعة بنادم تكرهوا في هاد الولاعة كيف نسكر الله يرضي عليك. انت باغا ترجع لهاد مولاك وانا الاخوة راني بوحدي قلت لها النميرة راهي هاد بوست ميساج ديالها باقي في البابي كود شير فيها 28. شو واش مقيد 28 ديالاش الرقم اللي خليته سوفري ديال الباك ديالها. الله يسخر مولاها. ها حميمة غتمشي ايه سيد هاي الاخوان مشيت سير. الله يسخر مولاها خويا. ها الحميمة ديالنا حنا دالي الباك هاهي ما دير لينا الباك حشومة عليك. ها هو ها الديكر هذا ها هو ما دير لك وريتو ليكم في الفيديو الاول ما دير لي باك مانيتيك ديالو حشومة عليك مكاري حقدونا في الولاعة. سير اخويا هاهي سير سير الله يسخر لك سير الله يسخر مولاها. وما تنساوش تدعمونا القناة. تحية لجميع المواليع ديروا الجام بارطاجي وكل راجل. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.